أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المشاهدين، على البركة والتوفيق ينطلق هذا الشوط الحادي عشر للزمول أيضا المنطلقة مع المركز الأول والصدارة هنالك هملول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير. الدور دور المركز الثاني هنالك رعد سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي على المركز الثاني. الدور دور شاهين على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والسيد سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير. الساعي من وصل بقوة وعلى الآن المركز الرابع لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير. بدوري آخذ المركز الخامس مشغل لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ويمع بن عتيق الرميثي مع التحديات، بينما الدور دور المركز السادس الوصول ايضا من رسلان المملوك لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الامين في عملية التضمير والمتابعة. انتقل الى سابع الاسماء والى المركز الان السابع الواصل بقوة هنالك شاهين لهجن الرياسة وسهيل بن حمد بن دري الفلاحي في عملية التضمير، بينما هنالك الانطلاقة القوية من قبل سلهود لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم سعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير، وسراب من وصل مع هذه التحديات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والسيد راشد بن سعيد بالغافرية في عملية التضمير والمتابعة. هذه هي الأسماء، هذه هي الشعارات الجعادين الزمول الفطاحلة التي تهدر هدير التحدي وهدير أيضا الإثارة والإمتاع وبالخص في آخر الأمتار. هنالك المركز الأول والصدارة الأولى مع المقدمة مع هذه القوة. الله 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 الله، المركز الأول والصدارة الأولى والقوة الأولى هنالك والتحديات مع هذا الاسم الكبير ومع التحديات هملول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والسيد طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير. روح يا ابو مبارك كعوائدك، وهذا الشعار الذي دائما يبدع. بينما على المركز الثاني هنالك رعد لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي السيد سهيل بن سالم بن سهيل العامري مع المركز الان الثاني والتحديات، ولكن على المركز الثالث وصل مشغل السلالة الهملولية. الله 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 الله، على مشغل سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيق الرميثي في عملية التضمير. الحقيقة عندما أرى هذا الشعار أتذكر زود وسجلها الذهبي وغيرها من الأسماء الذي رافق هذا الشعار. بينما بدوري آخذ رابع الأسماء وشاهين من وصل مع هذه الانطلاقة. يا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد السبوسي مع القوة مع التحديات ومع الإثارة، بينما هنالك رسلان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين من يتابع. هنالك الله يا صادق، هنالك التحركات الواضحة، التحركات القوية، التحركات والإثارة من قبل شاهين. وصل شاهين مع هذه التحديات لهجن الرياسة والسيد سهيل بن حمد بن دري الفلاحي. الله الله يا ابو حمد، بينما هنالك والزاويه الاخرى والتحديات والقوه هنالك من شاركنا برسلان والساعي. هذا هو الساعي الذي وصل بقوه لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الامين في المتابعه والتضمير، بينما سراب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وهنالك راشد بن سعيد بالغافرية في عملية تضميره على تاسع الأسماء. الدور دور المركز العاشر، الدور دور المركز العاشر، التسللات التسللات. هنالك من ينضم معانا سلهود سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم سعيد بن سالم الينيبي، ولكن قبل
الختام أرحب بهذا الاسم الكبير، اسم طويق لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. من يشاركنا هذه المشاركة إلا قوية مع التحديات ومع الإثارة؟ هنالك عبد الرحمن بن سلمان العتيبي، من يتابع اسم طويق وجبال طويق الشهيرة مع التحديات والإثارة؟ أعود إلى المقدمة وأعود إلى المركز الأول وإلى الانطلاق القوي. الله الله، هذا هو هملول من حلق وانتقل بهذه التحديات وبهذه الإبداعات القوية مع المركز الأول ومع الإثارة ومع الإبداع ومع المركز الأول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل هيان يمع بن عتيق الرميثي أبو خليفة. من يتابع هذه الأسماء، اسم مشغل على الصدارة وعلى القوة والإثارة. بينما المركز الثاني هنالك رسلان، من وصل مع التحديات لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل هيان. هنالك الصادق فضل الأمين في المتابعة، وصل أيضا الساعي لسمو الشيخ هيان بن ذياب بن سيف آل هيان والصادق فضل الأمين في المتابعة والتضمير. بينما على المركز الرابع هملول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، وهنالك طارش بن مبارك كبل قوبع في عملية تضميره ومتابعته. وعلى المركز الخامس وصل رعد لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي السيد سهيل بن سالم بن سهيل العامري، وهنالك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير. بينما هنالك شاهين لهجن الرئاسة والسيد سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، من يضمره ومن يتابعه؟ بينما على الثامن الأسماء هنالك الوصول من سلهود لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم سعيد بن سالم ألي نيبي، ولكن التحديات من سراب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي في عملية التضمير. وهنالك طويق، من وصل بقوة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد آل سعود عبد الرحمن بن سلمان العتيبي. من يتابع هذه الشعارات ومن سطر الكثير والكثير من الإنجازات المستمرة؟ بينما هنالك المقدمة أعود إلى قمة هرم هذا الشوط، إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى القوة والانطلاقة. الله يا مشغل، الله 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 الله، مشغل على مقدمة الشوط لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل هيان يمع بن عتيق الرميثي. هنالك من يتابع هذا الاسم. بينما على المركز الثاني هنالك رسلان يحاول ان يؤدي الرسالة بالشكل المطلوب وبالشكل الصحيح لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل هيان الصادق فضل الامين في عملية المتابعة والتضمير. هنالك رعد لسمو الشيخ محمد بن خالد هنالك القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري، من يتابع هذا الاسم الكبير؟ وصل شاهين، وصل شاهين لهجن الرئاسة هنالك، ولكن سهيل بن حمد بن دري هو من يتابع ويتابع الاسماء والتسلل، التسلل الملحوظ من قبل سراب لهجن الرئاسة. مبارك بن احمد بن مايد الخيالي في عملية التضمير والتدخلات السريعة والقوية. بينما هنالك الوصول ايضا من قبل الساعي المملوك لسمو الشيخ انهيان بن ذياب بن سيف آل انهيان والصادق فضل الامين، وصول ايضا من سلهود لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم، وهنالك سعيد بن سالم الينيبي. وصل طويق، وصل طويق اللي رحبت به كان خلف الدائرة وكان خلف العشر المراكز المتقدمة، هذا هو ينتقل من مركز إلى مركز. الآن في المركز الثامن يحيي الجماهير ويحيي من يتابع الشاشات ومن يتابع اسم طويق لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وعبد الرحمن بن سلمان. يا الله يا العتيبي، نطالبك بنقطة في هذا المساء كعوائدك دائما وأبدا. بينما هنالك المقدمة أعود مع المقدمة، أعود مع صدارة الشوط ومع المركز الأول. الله 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 الله، رسلان على مقدمة الشوط لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل هيان الصادق فضل الأمين في عملية المتابعة. المركز الثاني والخطورة القوية التي وصلت الآن هنالك سراب بن هجن الرئاسة والسيد مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي
ثالث الاسماء مشغل لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان، يمعى بن عتيق الرميثي على المركز الان الثالث والتضمير، بينما شاهين من يحتل هنالك الملاحظات القويه والانطلاقات العجيبه هنالك لهجن الرياسه وسهيل بن دري الفلاحي، وصول ايضا من قبل سلهود لسمو الشيخ محمد بن المرب مكتوم ال مكتوم، هنالك يتابعه سعيد بن سالم ال نيبي، اشتد النزاع ووصل ايضا هنالك القوه والابداع من قبل طويق لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود عبد الرحمن بن سلمان العتيبي من يتابع هذا الاسم. اعود الى المقدمه، 1200 يا مضمرين يا فطاحله، 1200 فقط يفصلنا عن السلامات. الله يا سراب، الله يا سراب، هذا هو يتبع طريق الكثير والكثير ويتبع طريق الظبي وغيره من غيرها من الاسماء المندفعه. هذا هو سراب لهجن الرياسه والسيد مبارك بن احمد بن مايد الخيالي في عملية التضمير، مشغل عادة مرة أخرى مع المركز الثاني هنالك لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل هيان، يمعى بن عتيق الرميثي في عملية التضمير، بينما المركز الثالث الله 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 وصل سلهود لسمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم آل مكتوم، سعيد بن سالم آلي نيبي وشاهين على المركز الرابع لهجن الرياسة مع سهيل بن حمد بن دري الفلاحي، وصل هنالك التحديات أيضا مع طويق لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود وعبد الرحمن العتيبي في عمليه التضمير. ال 600 متر النهائيه ترحب بهذه التحديات، ومشغل مشغل مشغل، الله يا مشغل، انطلق الى الناموس، انطلق الى التحديات، هذا هو مشغل. تهانينا تهانينا من القلب الى القلب لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان، ولك يا يمع بن عتيق الرميثي على فوز مشغل بهذه النقاط الرائعة والمتميزة. سلام هملولي، سلام هملولي لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان على فوز مشغل بالمركز الاول بدون اي منافس المركز الثاني. هنالك شاهين لهجن الرياسة مع سهيل بن حمد بن دري المركز الثالث، سراب لهجن الرياسة مع مبارك بن احمد بن مايد الخيالي المركز الرابع، طويق لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود والمركز الخامس، هنالك رسلان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف ال هيان مع الصادق فضل الامين. هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء التوقيت الذي رافقنا مع التحديات ومع الاثاره ومع القوه والتوقيت الزمني. ٢٣:27 من الثواني، توقيت المركز الاول، توقيت الصدارة، توقيت القوة، توقيت التحدي مع مشغل لسمو الشيخ زايد بن حمدان زايد ال نهيان، والتهاني اللي مع بن عتيق الرميثي المركز الثاني. شاهين لهجن الرياسة والتهاني لسيد سهيل بن حمد بن دري الفلاحي، والتوقيت الزمني. ٣٣:34 من الثواني، بينما المركز الثالث فكان سراب لهجن الرياسة، التهاني السيد مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، والتوقيت الزمني. 13:31.5 من الثواني، تهنيتنا واحترامنا لكل المضمرين الذين فازوا بالمراكز العشرة كاملة مكملة.